بشكر الحضور كلهم على التكريم ده، لكن عاوز أقول إن الإنجازات اللي حصلت دي أو اللي تمت خلال 6 سنوات أو 7 سنوات دي إنجازات يمكن هي يقال إن حسن شحاتة السبب فيها، لكن أنا بعتبر السبب فيها المجموعة أو المنظومة اللي إحنا كنا بنشتغل فيها، بداية من الإعلام مرورا بمجلس الإدارة، بجانب طبعا الأجهزة الفنية والإدارية والطبية اللي كانت موجودة، فهو اللقب المفروض لازم ينسب للمنظومة كلها. بقول لكابتن حسن شحاتة وقت التكريم جه في الوقت اللي فعلا الناس كلها بتبدأ تنسى الإنجازات الكبيرة، لكن تكريم الفيفا ليك وسام بيرد كل على كل إنسان وكل واحد ألف وقت من الأوقات أي شيء، لكن كابتن حسن شحاتة هو قيمة كبيرة، قيمة كبيرة لازم تخلط. حسن شحاتة إن شاء الله هنعمل له حفلة تكريم تليق بيه، وهيكون لي مكان باسمه في نادي الزمالك إن شاء الله، عشان بقى يعني هو عايش وبعد عمره طويل الناس تتذكر إن كان في لاعب موهوب ومدرب موهوب اسمه حسن شحاتة، أفاد نادي الزمالك وأفاد المنتخب القومي وعرق وشيء ومؤدب، يعني انتوا في الاخر وفي البدايه انتوا عارفين حسن شحاتة كأخلاقيات عمره ما عمل مشاكل، حتى لما نادي احتاج وهو في الكويت ارجع راح راجع. مبروك ليك ومبروك لكل اللي طبعا الرياضه المصريه كلها، لان الانجاز ده مش للكابتن حسن شحاتة بس، هو للمنظومه الرياضيه كلها، لان طبعا هو يستحقه، اعتقد ان راجل خدم بلده وراجل عمل حاجات كويسه طبعا لبلده للمنتخب. يكفي ان في وقت كان بيخلق البسمه وبيخلق السعاده للشعب المصري كله اللي احنا كنا بنشوفه، كان بينزل الميادين ويبقى متواجد لفرحه نجاحات المنتخب، فاعتقد ان ده اقل واجب يتقدم لكابتن حسن شحاته، واقل واجب يتقدم لكل واحد حقق نجاحات وحقق حاجه اسعد بيها بلده. اختيار كابتن حسن كاحسن شخصيه في الرياضه المصريه او مدرب للعام من خلال الفيفا، طبعا تكريم الصفه الرسميه اللي هو الممثل الرسمي اللي هو اتحاد الكوره النهارده، ده حاجه شيء مميز وجه في توقيت مناسب. طبعا احنا كرياضيين كلنا كنا متواجدين وممثلين الانديه اللي كرموا كابتن حسن، اللي هو المفروض امتداد للمدربين العظماء اللي جم مصر، يعني امتداد لكابتن محمود الجوهري وكم كبير من المدربين. اعتقد ان كابتن حسن كان يستحق فعلا ان هو يتكرم التكريم ده. كل الترتيبات دي، كل الناس اللي حضروا، كل الكوكبه، كابتن سمير، الناس دي كلها، هو ده بيت الكره المصريه، هو ده اللي احنا محتاجين الناس كلها تقف معانا عشان النشاط يرجع بالجمهور، نوصل للي احنا عايزينه في كاس العالم، حقق كل ما نصبوا اليه ان شاء الله في تطوير الانديه وتطوير الكره المصريه ان شاء الله.